بسمات طفلة جديدة تولد لعائلة من الطائفة السامرية في نابلس. هي 11 إناث أنجبتهن سامريات عام 2019. ولادة إناث في الطائفة هو بحد ذاته سبب للاحتفال، فالطائفة بحاجة لولادة إناث للحفاظ على استمراريتها. لسنوات مضت عانى السامريون من نقص في عدد المواليد من الإناث، ومرت فترة اضطرت فيها العائلات إلى اتباع زواج البدل، فمن لديه شقيقة تمكن من أن يبادل بها فيتزوج. إلك أخت بصح لك تتزوج، ما إلك أخت رح تتغلب. بس حاليا يعني صارت الأمور إن الواحد إذا ما إله أخت وما قدر يجيب، ما إله بنت عم، ما إله بنت، يعني ما في حواليه بنات، فصار يفكر ببرا الطائفة. يحرم السامريون الزواج من خارج الطائفة، لكن ما العمل؟ في العقود الأخيرة أفتى الكاهن الأكبر بجواز البحث عن إناث من ديانات أخرى مستعدات لاعتناق الديانة السامرية، وهو ما كان مسيحيات من أوكرانيا ومسلمات من أذربيجان ويهوديات من تل أبيب حولن ديانتهن للسامرية وتزوجن من شباب من الطائفة السامرية. يعني بما أنه في عندي نظرة للأمام وأمرار ببحث في هذا الإشي، أنا بعتقد لمدة 30-40 سنة في مشكلة أزمة بنات عندنا. في آخر إحصاء وصل عدد السامريين إلى 820 شخصاً، وزيادة نسبة الذكور على الإناث ليست ميزة خاصة بالسامريين، بل هي ضمن المعدل العالمي، فكل المجتمعات المسالمة التي لا تشارك في الحروب يزيد ذكورها الأحياء عن إناثها. لثلاثة قرون أو أكثر لم يصل عدد السامريين إلى 1000 شخص. 2019 عام جميل بالنسبة لهم، 10 إناث ولدن للطائفة سيخففن الفرق مستقبلا بين نسبة الذكور والإناث. عميد شحادة، العربي، جبل جرزين في نابلس.